السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم، معكم مصطفى مكرم. نزل امبارح فيديو الخاص بالسهرمونيك أو المايك المخصص لكاميرات الدي اس ال ار والجوالات أو الهواتف الذكية. قريت التعليقات بتاعتكم، كتير قالوا لي التجربة ما كانتش واضحة أو التست نفسه بتاع المايك ما كانش واضح، كان فعلا حاجة صغيرة. بس زي ما انتم متعودين ان احنا بنعمل انبوكسنج للمنتج، بس انبوكسنج بنبذة تعريفية، وان امكن ان انا بعمل تيست فبعمله، فده اللي كان حاصل امبارح. فانا حسيت ان المايك اتظلم وفي ناس بدأت تاخد عنه انطباعات سلبية شوية، فقلت اعمل فيديو، والفيديو كله متسجل بالمايك السيرمونيك زي ما انتم شايفين. طبعا انا بستخدم من رود، فالمفروض ان كانت في تجربة للمايك نفسه او فيديو للتجربة، فبالتالي انا مش هعمل بقى الفيديو ده، هو خلاص دي تجربة الفيديو بس. لسه في الرود مايك، الناس اللي ملاحظين بقى لي حوالي 5 فيديوهات بجرب في المايك ده، واظن التجربة بتاعته واضحة جدا، فانا هنزل بقى الفيديو بتاع الرود مايك، وهعمل فيديو مقارنة ما بين الرود وايرلس جو مع السيرمونيك البيلينك 500. بس طبعا مع العلم ان الرود بس بيشتغل مع كاميرات الدي اس ال ار، ما بيشتغلش مع الموبايلات، والسيرمونيك بتتفوق في النقطة دي ان هي عملت لك مايك بيشتغل مع الهواتف الذكية، ودي النقطة الوحيدة اللي مديها قوة للسيرمونيك. وفي كمان مايك بيجي مع الجهاز، يعني ممكن ان انا افك الجهاز كده، ممكن تسجل من المايك نفسه اللي بيجي كمان مع الجهاز، يعني لو انت مش حابب تعلق الجهاز بالشكل ده ممكن تستخدم المايك اللي موجود معها بشكل مباشر. تعالوا نثبته بقى كده، ودي تجربة الصوت او تسجيل الصوت من المايك السيرمونيك على التليفون نفسه. يعني لو بعدنا ده شوية كده، الو الو الو، دي التجربة تست مايك، يعني ان شاء الله التجربة تكون اوضح شوية. وفي الختام، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.